السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليكم موعد مباراه المنتخب المغربي ضد تنزانيا والقنوات الناقله يستهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كاس امم افريقيا بمواجهه نظيره التنزاني لحساب الجوله الاولى من مرحله المجموعات وستقام المباراه يوم الاربعاء القادم 17 يناير بدايه من الساعه السادسه مساء بالتوقيت المغربي على ارضيه ملعب لورون بوكو بمدينه سان بيدرو الايفواريه وستكون المباراه منقوله مباشره على قناه الرياضيه الارضيه الى جانب قنوات بين سبورت المشفره